صدام قوي في الجولة الأخيرة بين المنتخب الجزائري ونظيره الموريتاني. ما حصل خلال مباراة مصر والرأس الأخضر فتح أبواب الحظوظ أمام المنتخبين، أشعل نار المنافسة، فحتى المنتخب الموريتاني سيدخل اللقاء بنية الفوز وانتظار ما سيحصل لاحقاً. المنتخب الجزائري بعد التعادلين سيكون أمام حتمية الفوز ولا خيار أمامه سوى ذلك من أجل المرور للدور المقبل وإصعاد الشعب الجزائري الذي كان يعلق آمالا كبيرة على المحاربين من أجل تحقيق نتائج مبهرة خلال هذا الكون الذي أثبت أنه كان المفاجأة بامتياز، وأن مبدأ المنتخبات الصغيرة صار مجرد أسطر من الأرشيف، فالجميع صار يطمح لبلوغ أدوار المتقدمة. صدام الجزائر وموريتانيا لن يكون سهلا، وسيعرف غياب كل من بن ناصر وبن سبعيني، ما يجعل بالماضي أمام تحدي البحث عن البدائل المناسبة من أجل الخروج بأمان من هذه الموقعة. فهل سيحقق المحاربون انتصارا يعيد الهدوء للشارع الرياضي الجزائري؟ جالفور، القوة والمناعة من قلب كوتيفوار. شيري يرافقكم في كان كوتيفوار. استمتع بأجواء الكان مع بلاط. ليكس، الشيبس رقم واحد في الجزائر، يتمنى حظ موفق للمنتخب الوطني. كادياس، طريقكم نحو الكوتيفوار. رامي، الذوق الأمثل في كان الكوتيفوار. تكنو نورم، يتمنى حظ موفق للفريق الوطني. زيرتوب، أول قناة إلكترونية في الجزائر.